انه كانت فيها مخالفه من علي العابي، الحكم ما تفطنش. بينما هذه الكره الاخيره اللي خط هجوم الترجي الذي التونسي او التغيير، نشوف في طبيب الاتحاد يطالب بتغيير اللاعب احمد الغربي ان شاء الله لاباس بالنسبه للاعب الاتحاد المنستيري، ان شاء الله لاباس بالنسبه لهذا اللاعب حامل القميص 29 احمد الغربي. هاي الاعاده مناول طبعا تكون الاصابه ماهيش خطيره. باش يتم التغيير اكيد بعد لحظات بالنسبه للمدرب مدرب مراد العقبي، هو مهدي الزوالي في الحقيقه اللي اصيب في العمليه الاخيره وليس احمد الغربي. مهدي الزوالي مواليد 8 افريل 1993 منه الوكيد يكون لباس. تغيير اول اضطراري في تشكيله المدرب مراد العقبي.